زفت. خلاص زفت ابو طنطا. الكوبري الجديد ده على طول في ثانيه. طيب يا اسره احكي بقى، اولا انت اسمك ايه وعندك كام سنه واتخرجت في ايه؟ اتفضل. بص اللي كان يسرا احمد المغوري درويش، عندي 18 سنه، كنت في ثانويه عامه وجبت قولي علمي 94 ولا ونص ادبي ولا ايه؟ علم علوم. قولي للشباب اللي هيتفرج عليكم الشباب، انت ازاي تفوقتي؟ ان انا كنت باخد دروسي اذاكرها واحل كتير بس يعني. طيب انت ليك اخوات؟ قولي بقى اخواتك مين؟ عندي 2 اكبر مني بنتين دكاترة، وعندي ولد اصغر مني. تمام. فين والدك بقى؟ اتفضل حضرتك من نفسك. احمد المغار درويش معلم خبير بالتربية التعليمية. تمام. هي كافحت لان اجلت اول سنة بسبب ظروف تعبت في 57. فتاني سنة صممت وكانت متفوقين على طول. وربنا الحمد لله رضانا ورفع من روح المعنوية. الحمد لله. انت نموذج. احنا كان عندنا سعد تكملها في النادي. بالظبط كده، وجاله هذا المرض اللعين، ويبقى باختبار من ربنا يعني. الحمد لله. وكان هنا معايا اول امبارح، الحمد لله ربنا شفاه وخف. فانت بطلة. الحمد لله. وان شاء الله ربنا يشفيكي باذن الله، وببارك لك على التفوق. ودايما بنقول القصه مش البني ادم سليم ولا مريض ولا، لا لا لا، القصه اراده البني ادم واراده الانسان وقوه التحمل. فانت بطله ومبروك، والغربيه دي كلها جميله كده، كل الناس اللي فيها. تمام. ان شاء الله ان شاء الله. وبلعب في الزمالك 21 ايام الدكتور اشرف جابر مع اشرف كابتن. تمام تمام تمام. شد حيلك، جينا باذن الله لما تخرج سليمه كده هتخش كليه ايه؟ طيب. 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 دكتورة دلوقتي ما شاء الله. ما شاء الله. الدكتورة يسرى راحت، دكتورة يسرى جت. الله يكرمك. مسمينك عشان يسرى فنانة يسرى ولا؟ لا دكتورة بصمة عليها. يسرى برضه. تحياتي لكل الشعب اللي في الغربية، وخاصة تمام، وخاصة زفتة. أولا تحياتي، ربنا يوفقك. ونسمع عنك بقى دكتورة كده جامدة. جامدة. ودي عضوية ليك والأسرة على طول هنا في النادي في أي وقت بيجي. محمد أنت مصور. مظبوط. مش كده؟ زملكاوي؟ طبعا جدا جدا. قول لي أنت منين بقى؟ أنا من رشيد، محافظة البحيرة. محافظة البحيرة طبعا. عندي 22 سنة. تلنجات وشبرخيت. شبرخيت ورشيد ودمنهور، فرع رشيد بقى. ودمنهور. طالب في كلية الألسن الفرع الرابع قسم صيني. صيني؟ كويس. انا بكلم سيني. حقيقي بجد بجد من احلام حياتي النهارده اتحققت، ان انا كنت قابل سيادتك. والله انت جميل. وبحي يعني يعني انا من عندك حقيقي بجد من امنيات حياتي ان انا كنت ادخل النادي تحت ولايتك بجد حقيقي يعني. لا حاجه منبهره يعني بامانه. حضرتك في ولايتك من 2014 ل 2020 حضرتك عملت انجازات لا تعد ولا تحصى. الحمد لله. على مستوى الالعاب، على مستوى النادي كاجتماعي، على مستوى يعني انا دخلت النادي اتفاجئت، انبهرت حقيقي. حقيقي. وعزيزك بنتشتم بس مش مشكله يعني. على النجاح بقى. ان شاء الله. قول لي بقى انت في كليه ألسن جامعه كفر الشيخ. كفر الشيخ دي اقرب جامعه ليكم طبعا. مظبوط. تمام. اخواتك بقى مين؟ انا عندي اخ واحد اصغر مني اسمه علي في تجاره دمنهور. كليه تجاره دمنهور. تمام. عايز اسالك سؤال، هل الاعاقه يعني ما خلتكش هوايتك؟ طبعا التصوير واضح انك كاوي تصوير، ازاي انك انت بالبطوله بتاعتك دي والاراده اللي عندك قدرت تتغلب على الاعاقه وتبقى مصور كده جامد والناس كلها بتشكر فيك؟ وانا مبدئيا اهلي ربوني على ان مفيش حاجه اسمها مستحيل، ساندوني كتير جدا يعني. تمام. الحمد لله كنت دايما في الدراسه بطلع الاول. تمام. جاي في الثانويه العامه 96%. هو بالنسبه لي التصوير اول ما دخلته كان بالنسبه لي حلم من احلام حياتي ان انا ابقى مصور داخل نادي الزمالك. معاك الكاميرا بتاعتك؟ معايا طبعا. ده انا هصور حضرتك. طيب ماشي. يعني دي ده شرف لي. تمام. عرفني بقى بالضيوف اللي معاك. بابايا والدي. تمام. محمد حارم، استاذ مصطفى الرشيدي، اب ليا. اهلا وسهلا. واخ كبير ليا. اهلا وسهلا. طيب فين ال كارنيه ابني بتاع محمد؟ طيب ماشي. بص دلوقتي انا هسيبك تصورني. تمام.
تمام. بس تجيب لي صوره حلوه يعني. اكيد طبعا عشان البنات. اكيد طبعا يعني اهم صوره عشان كده. صوره صورها في تاريخي طبعا. اتفضل يلا صور كده. بشكرك جدا على ذوقك. اتفضل. ربنا يوفقك وتتخرج وتيجي تشتغل معانا في النادي باذن الله.